السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعين الكرام ديالنا. اليوم جبت لكم واحد البقرة تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا في الصورة أو في الفيديو، يعني بقرة هولشتاين يعني رباعية، أول ولدة ديالها، يعني راه كتاخد الصغير والمليح. وكما كتشوفوا الدرع ديالها باين واخا أول ولدة، يعني هذه مازال ضروبة. كما كتشوفوا الدرع تبارك الله يعني باين مزيان، وولدها تعجل بلجيكي. هي دابا هاد العجل البلجيكي يلاه عنده واحد 3 ايام، يعني راه مازال اللبا ديالها. اللي مهتم بها وبغاها يتصل بمول البقرة كما كتشوفوا الرقم ديال صاحب السلعة. المهم هذا عجل بلجيكي، وما كان التواجد ديالها هو سوق أربعاء الغرب، يعني الناس غرباوة اللي قرابين مرحبا بهم، اللي من المغرب كامل حتى هو مرحبا به. وكاينين واحد العجول اخرين، كاين موبيليار الهولشتاين حتى هما للبيع، يعني عجول صغار، يعني مثلا بحال هاد البقره اللي بغى يرضع عجول اخرين مرحبا. احنا غندوزو نشوفو العجول ان شاء الله على بركه الله. احنا دزنا العجول هولشتاين كلهم عجولة، واحد الموبيليار وواحدين اخرين كرواز ما بين الموبيليار وبين الهولشتاين، يعني كيعطيو جنب. المهم الثمن ديال هاد السلعة هي عطاو 6,200 جملة، كما كتشوفو عجول مزيانين. وبالنسبة للبقرة بنتها عطاوه 2,100 فرنسية، يعني 420,000، يعني 21,000 درهم. مكان التواجد هو سوق أربعاء الغرب، الناس الغرب اللي مهتمة مرحبا، اللي بغى يحط شي سلعة حتى هي مرحبا. أنا حط لكم الرقم ديالي دابا، اللي عنده شي سلعة باغي ليها صيفط لي فيديو مع المعطيات وكيشهر مجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.